بل طرحت الأمانة يعني الكتابة الإقليمية المسيرة اللي حصلت في الدار البيضاء. هذيك احنا ما غاديش يمكن تكون عندنا معطيات يمكن نديروا قراءتنا كما يديرها أي واحد. احنا الكاتب الأول دار التصريح أنه رفض واحتج بشكل قوي على هذيك المسيرة يعني بطبيعة الحال. احنا انا يمكن ندير قراءتي الشخصيه، واخا انت راك طرحت سؤال الامان الكتابه الاقليميه، قراءتي الشخصيه اللي جزء من هذاك كنقول من لهم مصلحه، يمكن هكا كنديروا نطرحوا الاسئله ونقولوا بدي نجاوبوا على الاسئله. طبعا شكون اللي عنده مصلحه من ديك المسيره؟ اللي غادي يكون عنده مصلحه تعيا تشوف كيما درت لها، اللي غادي يكون عنده مصلحه هو اللي رافض النقاش السياسي ورافض يعطي الحصيله ديال الا كان جهه حزب ولا رافض يعطي الحصيله ديال العمل ديالو. دارتها شي جهه معينه انا لا اعتقد يعني غادي ديرها شي جهه اللي هي يعني رسميه، غادي تخدم اطراف اخرى ما غاديش تخدم يعني خلط هذه الاوراق بهذا الشكل. حنا نعتبروه هذه الطبيعه ديال الخطاب اللي نتجو رئيس الحكومه هو اللي سقط في هذه الامور، لان من 5 سنوات ورئيس الحكومه كيبخس السياسه، البؤس في السياسه، المصطلحات والمفاهيم اللي تيستعملها هي بدات تسخن القضيه، فهمنا؟ وبدا كل واحد يقلب ينتعش في الظلام. لان ما يمكنش انا نكون مسؤول اللي من المفروض انا خصني ننضج الخطاب السياسي، وحنا كاتحاد اشتراكي نقولوها ودائما كناكدوها. يعني حنا عاد راه تذكروا اخوان على التحكم اللي ولا اليوم كلام ولا ما التحكم. انا كنستغرب انه كيقرا في الجريده ولا حزب بغا يوضع راسو في القاموس السياسي المغربي الموقع ديالو. والتحكم بكل بساطه راه كل شيء تتعرفوه، حنا الاتحاد الاشتراكي هو الاول اللي تكلم على الاحزاب الاداريه، هو اللي كان يسميها، وهو اللي انتج الحزب السري، هو هذا اللي تيقولوا لهم التحكم الان. الحزب السري بمعنى كتمشي ديك اللحظه كنا نمشيو لوزاره الداخليه مباشره، حزب سري مابقاش تاع احزاب اداريه. ومن بعد اللي نتج عاوتاني حنا الحزب اللي طرح في واحد القضيه، حنا اللي طرحنا المنهجيه الديمقراطيه عاد ولات فيما بعد تستعملها بعض الاحزاب. حنا اللي استعملنا في 2008 الوفد الجديد، شكون اللي استعملها؟ واش تبعنا شي حزب؟ تجاوب معنا في قضيه درنا البلاغ الشهير، ولكن كان الحزب بوحدو تيتكلم كينتج. الان ابري 4 ولا 5 ولا ابري عاد كاع هاد السنوات الاخيره ولينا تنتكلموا على التحكم. يعني الناس بغات توضع نفسها حتى هي تنتج مفاهيم سياسيه داخل القاموس السياسي، رغم انها المفاهيم تنتج مع المواقف. راه الخطاب السياسي كننتجوه نتيجه قناعتنا ونتيجه وتكون مع الواقع، ماشي اليوم غير اليوم نقدموا برنامج مثلا وغدا نديروا العكس ديالو. كما احد المسؤولين الكبار عاد اليومين في التلفزيون حشومه عاوتاني كنتكلموا حنا نصوتوا لصالح تمرير التقاعد، وغدا راه غير البارح ولا البارح شفتها في التلفزيون مسؤول حزبي يقول لهم الا وصلنا للحكومه غادي نعدلوا التقاعد. يعني انت من موقع المعارضه اللي خصك تعارض هذاك كتصوت لصالحه وحتى توصل للحكومه وتعدلوا، بعد ما نسميو هذا استهتار بالمواطنين. ما يمكنش راه صوتوا ضد لصالح ترى. والبارح في التلفزيون يقول لك لا الا وصلت للحكومه سبحان الله. والمعارضه راه في بعض الاحيان غير حطاكتي، ما هذه مساله اجتماعيه ما يمكنش نراهنوا بها، بحال ملف الاساتذه المتدربين غير هنا في وجدان الاخوان. ونمشيوش بعيد راه البرنامج المحلي يمكن نتكلموا عليه ونتكلموا على التواجد في الساحه. كيقول لك الحزب ما موجودش، انا ملي قلت ما تفهمش خطا ملي قلت مع 2002 ما جبناش العتبه، يعني ماشي ما كاينش اتحاد، يعني التدبير ديال الحزب ماشي صحيح. هادشي اللي بغيت نقول، بمعنى الان ها هو غير هذه 4 ايام وخمس ايام درنا هنايا لقاء مع الاتحاديين اكثر اللي هما اتحاديين ونابورت كيدخل يشوفهم. يعني انا اخوان اللي اما كانوا اتحاديين ولا باقيين جزئيين ولا باقيين ولا يتعاطفوا ولا، وراح درنا هنايا درنا جوج لقاءات لان المقر ما تيسمحش. وهذا اذا حضرنا في الاول 6 ايام ما فيهمش داخل، هما في الفيسبوك بعدا، والاتحاديين اللي معنا هنا راه كيعرفوهم في الوجوه، وجاو داروا الكلمه. هي هذيك جات هذه اللائحه ديال يمكن جات طبع الطربي انه الاوراق بان راه لا الاتحادي راهم على برا،
احنا جبناهم جاوا المقر ماشي جبناهم صدر. والله الاخوان نقول لكم كاين اللي 15 عام لم تطا خدمه هنايا وبالاسم راه دار كلمه بعدا هنايا عطينا الكلمه هو وعبر كاين اللي طول 15 عام والله رجلو ما جات هنا وجاوا متقاعدين وكذا جايين وسيقول لك ايوا نعاونوكم. ايوا فين هذا الحزب اللي يجي واحد ويقول لك يعني عندنا واحد الطاقه كبيره والحزب راه الاخوان راه كاين اللي يوهم كيقول بان الحزب كانوا يفوتوا كيقول لك اودي الحزب هي انا ولا ما كانش. هذه اللي بغينا نحيدوها حنايا. الحزب خصو يكون مؤسسه ما يمكنش يكون فيه واحد هو اللي يسير. وحنا كي الحزب واشنو ولا في التالي لان الانتخابات كتجيب لك اللوبي تاع المنفعي وتجيب لك الحزب نهار اللي كان في المعارضه ماشي متفقين ولكن كي ها هو الحزب ادو الاغلبيه انتظروا مور 7 اكتوبر واش غادي يوقع في راه بدات بعدا وشنو كاين لان ما كانتش امتيازات كنقول لك انا نظيف انا كذا وكان يخلط الاوراق بين الامتياز وبين النظافه وبين بحال الاخرين كاع خارجين الطريق ولا الشفاره ولا وحنا راه فاتوا الناس في المسؤوليات وراهم الان راه يدبروا الكفن باش يدفنوهم. ها هما هنايا راه ما عاد نمشيو نزوروهم والله الورقه تاع الطبيب ما يسعاها وفاتوا مناضلين وفاتوا والله الا فاتوا في المجلس البلدي وراه كاين اللي يعرفوهم الاخوان هنا والله الا كاين اللي تدفن مسكين ما يعرفوه حتى واحد وفاتوا في الشأن العام وفاتوا في اللي كانت الغفله ما اليوم مواطن راه حاد غير دخل البلديه سير دخل ودير ما عرفتوا شنو راه كل شيء محسوب في سنه الثمانينات كان المواطن كاع ما يعرفش البلديه يعطيك الصوت ديالو ويمشي كاع ما يتبعكش ما اللي مراه يصوت عليك ضروك غدا الصباح يصبح عندك اعطيني دير لي فعل لي كذا منا او إذا احنا كنقولوا الحزب هو هذا يعني انه ماشي ما جبناش من 2002 الان راه حنا قلنا كاين خلل خلل تنظيمي مازال ما جربناش الاخوان انه نديروا واحد الشخص ولا ونجمعوا احنا كاين اللي جا عندنا قبل بغى يخربق ولا بغى يدير ايوا ديروا علاش ما درتوش المناضل ديالكم اما قدوش اش باغي انت تضحك علينا في هاد الظروف في هاد الظروف حنا ما نقدوش الواحد يكون واقعي كما قال السي باريك راك عارفين الانتخابات كي صبحت الان نقدو نجيبو الاصوات نتاع الاصدقاء ديالنا ديال المناضلين نوليو نتذاكرو معاهم ونقولو لهم الحزب راه يتغير الاخوان نحاولوا اليوم تقنع 50 غدا 30 40 وهي زايده هذا هو دروك الدور ديالنا اللي حنا تنديرو دروك راه حنا كنتصلو بالاخوان الاتحاديين وكنقول لهم بلا الحزب دابا راه تيتغير راه ما بقاش واحد العقليه كانت سائده الحزب ديالي انا عندي في الجيب واللي بغيتها كاينه راه كاين الاخوه راه كان عندنا من قبل هنا كاينه كتابه اقليميه بصح هذه غير زايده ولات غير سوريه الان نعم كانت كتابه تضبط كتاب يكفي انا كنقولوا مثال كاتب اقليمي يعيط له الوكيل هو ما عندوش خبر ماشي هو اللي داير الشكايه اللي دايرها واحد اخر وهذا الشيء كاع كان عندنا هنايا في الحزب ولكن هذا الشيء تنظيميا هذا تنظيميا اللي كان استقمت الامور ولا تبدي تستقم حنا كنقولوا كنحاولوا حاش كنقولوا بزي غادي نديروا ولا نفعلوا الامكانيه كنقولوا كاينه ووجده ما يمكنش اتحاد كان فيها في واحد المستوى راقي وهذاك ويبقى في هذه الوضعيه انه ما يدخلش حتى في المنافسه ما يمكنش. جاء الاخ الخضر حدوش مرحبا به حنا كنا غنديروا رشاد لواحد الكلمه ما بغيتش نطول فيها انا قبل باش نعطيو بان الخضر حدوش راه ما جاش يدي التزكيه فقط راه كما قال الاخ راه ثلاثه الاحزاب اللي طلبوه على التزكيه وهذا ولكن هو اختار حنا كنا غنديروا مؤتمر استثنائي على اساس انه باش الصوره ما تقراش قطع بان الخضر حدوش غادي يدخل في المسؤوليه راه ماشي الخضر حدوش ماشي هو جا راه حنا نفرقوا التزكيات حنا قلنا ودي مرحبا به حنا واقعيين مع نفوسنا وهذا تنافس انتخابي والخضر حدوش هو كيقولوا راه كياكدها بان انا هذا هو الحزب اللي غادي نكمل فيه وحنا راه كنتعاملوا التعاقد راه هو هذا والتعاقد غالبا ما يكونش شفاف ما راهش عندنا حنايا هذه السياسه سياسه تطور اللي بغى يديرها يديرها اللي ما بغاش يديرها هذاك الشان ديالو داخلي اللي ما بغاش يسمع الهضره ولا هذه ولا راه شخصيه عموميه خاصو يجلس في دارهم هو هذا اللي نقدروا نقولوا انا واخا اخر متدخل وما طولوش